ادم انت موجود معايا دلوقتي في غرفه العلوم. غرفه العلوم دي اللي بنكتشف فيها مدى ذكائك او غباء. انت شايف نفسك انسان ذكي ولا انسان غبي؟ لا انسان ذكي. ذكي بنسبه كام في الميه؟ مثلا 300. 300%؟ دي نسبة كبيرة قوي، يعني انت معدي الطبيعي، انت انسان خارق كده في الذكاء. خلي بالك معايا يا ادم ان انت في فوقيك جردل، الجردل ده في مية ساقعة متلجة، لو جاوبت صح الجردل ده مش هيدلق عليك، اما لو جاوبت غلط للاسف الجردل هيدلق عليك وهتتغرق وهتتبهدل وهتطلع. اوكي؟ اوكي. يلا نبتدي. اسمك ايه؟ ادم كريم. عندك كام سنة؟ عندي 1 اي. بابا اسمه ايه؟ بابا اسمه ايه كريم؟ الجدل هينزل، عنده كام سنة بابا؟ الجدل 30. ماما اسمها ايه؟ عندها كام سنة؟ ماما اسمها هدى. عندها كام سنة؟ بسرعة كلمي. 40. ماما عندها 7 سنين؟ اه. اوكي، بابا ولا ماما اللي بتحبهم أكتر؟ بسرعة. ها؟ ماما. مين أكتر؟ ماما. ماما مين بيديك مصروف أكتر؟ ها بسرعة. ماما. اسم مراتك ايه بقى؟ مراتي؟ أيوة أيوة. مريم مريم. عيالكم اسمهم ايه؟ بسرعة. محمد. أيوة. خديجة. عندهم كام سنة؟ محمد عنده كام سنة وخديجة؟ 4 سنين. وخديجة؟ خمس سنين. اوكي، بتحبي مين أكتر، محمد ولا خديجة؟ لا لا محمد. بتضرب مريم ولا مريم اللي بتضربك؟ بسرعة. لا أنا بضربها. حاجة عملت إيه يعني عشان خاطر تضربها؟ ما بتخرج من غير ما هي بتقولي. وإيه اللي بيحصل يعني لما تقول لك شرعي فيها إيه يعني؟ عشان أنا كنت في شغل قلت لها أوعي تحركي من غير ما تقولي. أنت بتشتغل إيه أساساً؟ أنا بشتغل إيه؟ بسرعة. بشتغل موظف. موظف فين؟ تجارة حجارة. تجارة حجارة؟ لا مهندس. ايه؟ مهندس. مهندس ايه بسرعة؟ قول الجدل هيزعل. مهندس. عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه وانت مهندس؟ ايه اللي عملته في حياتك وانت مهندس؟ الجدل هيزعل. عملت شقة. عملت شقة؟ شقة شكلها ايه؟ شقة شكلها ايه؟ بيت كده كبير وعليه سلم. عملت شقتك انت ومريم لونها ايه؟ بسرعة. الحيطان ايه؟ ابيض واسود. وبتنجان واحمر. واحمر. ابيض واسود واحمر. برافو عليك، انت مركز جدا وكنت هايل. بس لسه فاضل اخر سؤال نسيت اساله. انا بسرعه، بتحب تلعب كوره؟ ايوه. بتحب تلعب مصر؟ بتحب تلعب مع اصحابك؟ بتحب تلعب في الشارع؟ بتحب تلعب على الموبايل؟ بتحب تلعب في الخيرك؟ ها؟ كسبت معانا يا داني. ماشي. مبروك. اوكي؟ اوكي. يلا نروح للتحدي اللي بعده. ماشي. يلا. داني لا ما تحركش الصندوق. ماشي. انا عايزاك بص دخل ايدك من ناحيه واحده بس كده. يلا. ايه ده؟ ايه ده القطعه؟ لا ما فيش حاجه بتعض. ها. يا 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 يا. دي 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 دي. دخل ايدك بقى يلا من ناحيه اهو. مش اهو. لا ما تخافش ما تخافش. جري 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 جري. واو يلا الجدل بينزل. قطه. قطه يا داني. اجابه غلط. دخل ايدك تاني يا داني. يلا يا داني. هو ارنب. 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 ودانه. برافو عليك. ارنب اجابه صح. صح. ادم اجابتك صحيحه يا ادم. برافو عليك. ثانيه. واحد ثانيه. انت مبقاش عنيف كده. يلا يا ادم دخل ايدك بسرعه. حاول لا ما تلفش. ما لكش دعوه بالناحيه اللي هناك. لازم من هنا. يلا الجدل انزل. الجدل انزل. ايوه اهو. قطة. حمامة. حمامة إجابة غلط. تنين. إيه؟ تنين. تنين؟ أيوه. أنت منين؟ تنين إزاي؟ ها؟ تنين؟ فرخة. فرخة إجابة غلط. دخل إيدك. يلا. حاول تعرف. يلا الجردة بينزل. الجردة بينزل. خلاص أوكي. الإجابة هي فرخة. ما انا قلت لك فرخة. بس هي مش فرخة، ده ديك. ديك؟ أيوة. مش عنده عرفة؟ يبقى إيه؟ ديك. ديك.